البارحة أحد الأخوة في إحدى التعليقات طلب من عندي أن أقترح له صبغة تكون جيدة وصبغة تكون ممتازة وما تمسك بالجلد. طبعا حسب تجربتي صبغة فاتيكا، هذه الصبغة من شركة فاتيكا الهندية، هي أفضل صبغة وأرخص صبغة موجودة الآن بالسوق العربية وخصوصا في منطقة الخليج. طبعا هذه الصبغة هي مثل ما ذكرت لكم إحدى منتجات شركة فاتيكا الهندية، تكون على شكل حناء أساس وبها عدة ألوان، بها الأسود والبني الغامق والبروغندي والبني الفاتح. طبعا متوفرة هذه وبكثرة ورخيصة مثل ما اذكرت تقريبا ب1 دولار، يعني بالمملكة العربية السعودية ب5 ريال في الباسم، تنباع بالباسم هذه ب5 ريال، وتنباع مثلا بهايبر بندا بالعثيم ب10 ريال او 8 ريال بهالحدود، وحتى سوق دوت كوم ونون ب10 ريال، ومتوفرة كذلك بالصيدليات. طبعا يجي هذا الباكيت بست ظروف من هذا قفازات وياه، وهذه النشرة، هذه مثل ما تلاحظون 4 من أصل 6، معناها أني استخدمتها مرتين، يعني تيقنت أنه هذه الصبغة صبغة ممتازة وتستحق أن أعمل لها فيديو وأن أقترحها لحضراتكم. طبعا المظروف الواحد يجي بهذا الشكل، هذه منه وبداخله هذا الكيس، هذه البودرة مالتها طبعا، وحتى ريحتها طيبة، ما بها أي مشاكل، وللعلم ما تترك أي أثر تحسس. طبعا تدير عليها شوي مي، لكن أنا أفضل أنه ندير عليها شوي شاي بارد، يعني ما أستخدم المي بس شاي أدير لها، ما أدير يعني كمية المي أو الشاي كمية كبيرة حتى ما تكون خفيفة، احنا نريدها تكون عجينة، وهسه راح تلاحظون وتشوفون شلون راح تكون عجينة، لانه الكيس الواحد يصبغ لك الشعر واللحية مع بعض، والشعر مهما تكون كثافته ومهما يكون حجمه لانه كمية كبيرة، لكن انا راح استخدم فقط للحية وللحية وزايد هذا. هذا انتم تلاحظونه شلون صار الان، يعني مثل الكريم، شوف بهاي القوة. راح الان نتركه قد 5 دقائق حتى يتخمر، ومن بعد ذلك نقوم بصبغ الشعر. طبعا هذه الصبغة من بعد ما وصلتها، شوفوا شلون صبغة محترمة ورائعة. لا تنسون الوقت يكون 30 دقيقة تبقيها على الشعر. طبعا بالمناسبة نسيت أن أذكر لكم أنه الصبغة خالية من الأمونيا، يعني ما تسوي مشاكل بالشعر، لا تساقط ولا حساسية ولا تقصف بالشعرة.